طيب دلوقتي هنستمع لصديقنا حماده. انا حماده، انا راجل. راجل يا حماده. انا عارف ان بعد الثوره كلنا المفروض ننتج للبلد، بس مش قادر بصراحه، نفسي اريح. هو ايوه انا عندي نفس المشكله دي. صديق حسام، انا ملاحظ ان دمعتك قريبه. ايه ده، انت خدت بالك؟ انت اول ما تلاقي الحماسه واخداك تاخد نفس وتقول هوب وتكتم. عشان ايه؟ الهوب ما يخليش الدمعه تفوت. نرجع لمشكلتك مع الشغل يا حماده. الرجولة مش سهلة، اشرب بيرال، مشروب شعير طبيعي، طعم يغطي على المر اللي بندوقه، بيرال.